السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله. رمضان كريم عليكم، رمضان الصحة، رمضان العافية. جايكم اليوم سالفة من سوالف السحارة والمشعوذين والكذابين اللي يضحكون على الناس. أكو مرأة كبيرة بالعمر اسمها مرشا، ساكنة بمنطقة شعبية. مرشا لا شغلة ولا عملة. يوم من الأيام فكرت، قالت أنا ليش ما أصير سحارة؟ وأقول للعالم أنا مرشا السحارة والروحانية. المهم قامت تحكي بالمنطقة تروج لنفسها، تقول المطلقة أرجح أزوجها، الما متزوجة أزوجها، الما بيوق فلوسه أقدر أعرف من البايق منه فلوسه. المهم قامت العالم تروح وتجي عليها. يوم من الأيام أكو رجال كبير هو وزوجته مباق من يومهم 100 مليون. قالوا خلينا نروح لمرشا، بلكت تقدر تعرف لنا من البايق هاي الفلوس. راح هذا الرجال هو وزوجته لمرشا، قعدوا يمها، مساء الخير مساء الخير. قالوا لها احنا مباق من يمنا فلوس ونريد تعطينا مواصفاته. ام رشا قالت لهم تدللون بس شوي، الشغله مكلفه. ايش قد مكلفه الشغله؟ تكلف 1 مليون. المفروض ما تحكوا، قالت لهم. قالوا لها ابد ما نحكي. ام رشا اعطتهم مواصفات يصير اخوه لهذا المبيوق منه فلوس. هذا الرجال راح وتعارك ويا اخوه، قال له انت البايق الفلوس، هسه ترجع لي فلوسي. قال له انت اخويا شلون ابوقك انا؟ مستحيل. قال له ما اعرف، اريدهم من يمك. المهم هذا تخارب هو واخوه بسبب السحاره الدجاله ام رشا، وخسر اخوه، انتهت علاقتهم. يوم من الايام ورا 7 سنوات عرف هذا الرجال جوارينهم بايق منهم الفلوس، وتندم وضاج وقال ايش قد كنت جاهل اني لان صدقت بام رشا السحاره. هسه خلينا نروح للزميله ايناس الصافي والسحار ابو قصبه والسحاره الكل الناس مقتنعة بيها أم عباس. اليوم الضيفة كلش مهمة، فنانة الشعب، الصوت الجميل، الكل الناس تحبها، أديبة. خلينا نروح الأديبة. مساء الخير ومساء العافية ومساء المحبة على عيون مشاهدينا، مشاهدي قناة زاغروس الفضائية، وحلقة جديدة من برنامج كشف المستور. ضيوف حلقتنا لهذا اليوم جدا رائعين، فنانة عظيمة اشتهرت بضحكتها. مساء الخير ست أديبة. مساء الأنوار حبيبتي، نورتينا. أهلا وسهلا بيك وبكل المشاهدين. يسلمك حبيبتي، ممنونة منك. وينضم لنا العالم الروحاني أبو قصبة. مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن شاء الله اليوم عندي معلومات أقدمها يخدم الشعب العراقي إن شاء الله يا رب. وينضم لنا المعالج الروحاني أم عباس. مساء الخير. مساء النور حبيبتي. مساءك ورد. اليوم حلقتنا راح تكون شيقة، راح نفتح بها مواضيع أضرت بالمجتمع وهواي أضرت بالعالم، وهو الكشف عن الشعوذة والسحر. ست أديبة، نعم، شنو رأيك بموضوع السحر والشعوذة وهاي الأمور؟ أنا ما أؤمن بهاي الأشياء نهائياً. هذا دجل وشعوذة، بصراحة أنا ما أؤمن بالسحر ولا هذا دجل وشعوذة. كذبا المنجمون ولو صدقوا. فعلا حبيبتي، انا اؤمن بالله، برب العالمين ورسوله. انا ايماني برب العالمين بالله سبحانه وتعالى. شو معرفهم ايش راح يصير بالمستقبل؟ وراح ارجع لك رجلك اللي زعلان، وراح ارجع لك مرتك الزعلانه واخليها تحبك، وراح ازوجك، راح يجيك العدل مالتك، راح يخطبوك. مش مدريها راح يخطبوها، وش مدري هي الانسانه اذا وقوره ومحترمه ومحتشمه تنخطب، راح يخطبوها ومن عائله ونصيب. طيب ونصيب، مش مدريها هي وش مدري هو. انا اعذريني، انا ما من اعتبره هذا شعوذه ودجل. بس هو مذكور بالقران، السحر مذكور بالقران حبيبتي، مذكور بالقران ما يخالف. بس ماكو واحد سحر خلي يسحر فلوس، والناس كلها ما عندها فلوس. صحيح، ودا تعاني من الضائقه الماليه فعلاً. خلي يسحر فلوس ويصير عنده هوايه فلوس، كومات كومات، ويصير عنده فلوس وساحر. بس هو ده يقول كاني مو ساحر، انه معالج روحاني. معالج روحاني، المعالجه بالقران. اي انا اؤمن بها المعالجه بالقران. بس مو يقول جيبي شيء من
شعرايه من عنده، خياط من دجداشته، دقمه من ما ادري شنو، بنطرونه، جيبي لي اياها وخليه يحبك وبعد ما ينساك. وبعد ماكو هيك شيء ترى. لا ويقول هجيبي جيبي خروف وجيبي دجاج وجيبي فلوس وذهب وجيبي فلوس يراد مليون، يراد هاي مليون جدا بسيطة. شنو تدرين اكو يصدقون؟ هو فعلا يعني اكو مثقفين. اريد اسألك انه شنو رأيك بالعالم اللي والناس اللي تؤمن بهاي المواضيع واللي تسويها؟ يعني اذا هم دا يصدقون لعد لا حتى بعد جهله اللي ما يعرفوا الخطيه حتى يقرون ويكتبون. انا شايفه دكاتره دكتورات ودكاتره يروحون الفتاح الفال ويقولوا له مثلا سوي لنا عمل مثلا مال رزق، حبيبتي زعلانه مني سوي لي عمل مال رزق. الرزق على الله اكيد ونعم رب العالمين هو اللي يرزق اكيد ونعم. مستحيل لا فتاح فال ولا معالج روحي. وشنو معالج روحي وشنو؟ بالقرآن إيه تاخذين خيار بالقرآن إيه. إيه هاي ممكن أنا أؤمن بها، إنما هاي الأشياء أنا بصراحة ما أؤمن بها نهائياً. اسمحوا لي نهائياً نهائياً، شعوذة ودجل وكلام فارغ وفاضي بصراحة. شنو رأيك شيخنا بكلام الست أديبة؟ بويا أنا من أحكي الكل تعرفوني أبو قصبة يحكي الصراحة ما يحب لا يكذب ولا يلف ولا يدور. وإحنا هم نريد الصراحة. اسمك حلو أبو قصبة. أنا هسه بدايتها حلوة أبو قصبة. أنا هسه الست من جاي تحكي أسجل ملاحظاتها بعقلي. حلو. هي دا تقول ساعة أنا آمن بالمعالج الروحاني وبعدين القرآن. وبعدين خلينا أكمل لا تقاطعيني. بالقرآن أنا قلت بالقرآن. لا تقاطعيني بويا. هي شو اسمها شو اسمها؟ ست أديبة. أدب لا تقاطعني. أديبة. أنا شوي ما أسمع أدب. لا أديبة اسمي أديبة. أديبة أديبة اسمعيني من عشان لا تقاطعيني بويا. تفضل. تفضل استاذ. بالبداية أنا كل كلمة تحكيها عندي الجني مات الحضور دي يسجل لي دي يحكي بذاني. منو منو؟ جني؟ الجني الحضور. يا جني. خليني أحكي بويا. جني الحضور؟ إيه عندي حضور هنا جني هسه أنا مطشر في كل مكان. أنت شو يسموك شيخ؟ أنا أبو قصبة العالم الروحاني. يعني ما يقولون عليك شيخ؟ نعم أنا الإنسان أشوفه بداخل القصبة إيش عنده ما عنده. داخل القصبة؟ نعم نعم خليني أحكي رجاء لا تقاطعني قولي لها. تفضل. لا هو ما هو نقاش يعني. ايه انت ما مقتنعة حبيبتي. هي شنو شغلها؟ هو نقاش. شنو شغلها؟ قصبش. تفضل اسألها. شغلها بقى. أنا فنانة. فنانة ممثلة. ايه؟ ممثلة شايفك؟ مطربة. مطربة. أكثر شيء مطربة أنا. انت بالبداية ايه؟ بكلامك أنا أثق بالمعالج بعدين اختلفتي. بنهاية الحديث قلتي أنا ما أثق بالمعالج الروحاني. صح لو لا؟ لا أنا ما قلت، أنا قلت بالقرآن يخلوا لي خيرة بالقرآن. زين هسه أفتح القرآن. الثقين بي أنا لو ما الثقين؟ لا ما ثق بصراحة. ما ثق. وأنا حرة. تسمحي لي أخذ لها خيرة؟ بعد إذنها هي ورضاتها هي. تفضل خذ لي خيرة. أخذ لها خيرة. نعم. راح أثبت لك إلك إيناس وللمشاهدين من هو أبو قصبة. يلا هذا اللي أتمناه. بس أكو خاف عليها أسرار ما تقبل أحكيها. لا لا أقول. احكي كل شيء. ايه؟ انا ما احب اكذب. لا اقول ايه مبين ما تكذب ابدا. ايه؟ مبين. شو اسمها أدب؟ أديبة. 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 اديبه. سيدنا شيخنا اديبه اسمي. اديبه اديبه. لا. اديبه شو اسمه ابوك؟ خير الله. خير الله. بس اسمي الفني اديبه فقط. خير الله. خير من الله ان شاء الله يكون عندك من الايام القادمه. مين. اديبه. نعم. انت تعبانه حيل. ايه؟ مسوي لك عمل ترى. مسوي لي عمل؟ اي اي وعندك تابعه. تابعه؟ اي اسمعي اسمعي عندك نجوز حمايه وياي التابعه. عندك تابعه. اي اي اديبه. اي خويه انت صار لك 5 أشهر 6 ما جاي يعني تروحين تغنين باماكن. قلتي لي مطربه. هي مطربه. اي يعني مطربه اي فنانه. ما جاي تروحين تغنين باماكن تعرفين ليش؟ ليش؟ يعني عندك تابعه. ها ده تمنعني التابعة يعني؟ جاي توقف كل رزقك. صار لك ايش قد قاعده؟ 4 أشهر 5 البارحة كانت حفلة عرس. البارحة وين التابعة؟ يعني البارحة كانت حفلة عرس. يعني شغلش قليل. يعني شغلش قليل مو هواي هذا قصدي. اي على المخابرة اذا عندهم عرس يخابروني. يعني قبل سنة كانت كنت تشتغلين يمكن بالشهر 10 حفلات هسه كلش قلانة الحفلات مالتك. صح لو لا؟ هو رزق.
صح لو لا جاوبيني ايه؟ صح لو لا ايه؟ نثبت للمشاهد ايه؟ أديبه نعم ليش كل ما يتقدموا ليش ترفضون الزواج ما أريد أتزوج مو ذاك اليوم وحدة بعمري أنا استحى أتزوج وحدة بعمري عيب تتزوج زين ذاك اليوم أزوج ابني زوجت ابني والحمد لله شنو أمه تتزوج وهو على قد السؤال شنو مو عيب على قد السؤال تفضل تفضل ليش كل ما واحد يجي يتقدم ليش أنت ترفضي رافضة الزواج فكرة ايه الزواج رافضة يعني عندك تابعة بيج حالة نفسية من الرجال عندك حالة نفسية من الرجال قبل خمس أيام جتك فلوس إي صح لو لا إي أه؟ فلوس جدتك فلوس قبل خمس ايام انا ما تجيني فلوس الا اذا اشتغل اذا اغني من اغني تجيني فلوس اقول لك تجيني فلوس جدتك مبلغ من المال قبل خمس ايام ايش سويتي بيه سويت انطيته لاهلي انطيت وزعت لاهلي وزعتي لاهلي نعم اديبه نعم تعرفين الايام القادمه راح تجيك 20000 دولار 30000 دولار عندك علم أنا ما عندي علم، العلم عند الله. بالأيام القادمة. أنتش مدريني وياك. جاي. العلم عند الله. أنتش مدرك راح تجيني. أنا أعرف. لعد أنا قدامي شنو غير أبو قصبة أني. أبو قصبة هاي حلو اسمك. عندي جني. عجبني اسمك. عندي جني حضور. دي أعرف الشكو ماكو. تعرفين أنت مراجعتنا قبل فترة ولا؟ أني؟ إي جايتني. أنا ما أؤمن بهيج خزعب ولا. جايتني لا. ما أروح عند الفتاحين فال أبداً. عمري عمري ما رحت الفتاح فال. أنت رايحة. عمري. أنت رايحة لواحد قالت له أنا قاعدة صار لي فترة ومطيش خرزة. يا بصبة كافي خلنا إحنا ما نريد ناخذ خيرة ما نريد نحكي كلمة. خلينا نكمل. خلينا نكمل. عباس خلي يكمل وأنت إلك هم الحوار. صار له هواي بس يلغي. هواي لغي. شنو هاي إيش تشتغل هاي؟ هاي عبالي تجاي ويا. لا. وين أنا أصلاً ما أعرف تعرفها أنا ما أعرف إيش نماذج أصلاً لا أدري بالحلقة هذا هو طالع أنا ما أدري فعلاً شيخ أنطي مجال لمعباس همينة خلي تدخل أنا ضيفة أنا ضيفة حلقة معباس يعني هسه هي ست أديبة ما مقتنعة أنت بكلام الشيخ أبو ما أؤمن لا هذا الكلام اللي قلت لك اياه مو صحيح لا ما مقتنعة خلينا نطيب العلم عند الله أنت الجن الجن ما تجاي يحكي تجيني مالتي جاي يحكي اي جاي نطقك يا شيخ خلنا نعطي مجال لعباس خلنا نعطي قدراتي ليش تشوفي دجل وخزعبولات كلها انا ما انا مو انا اعالج السحر اه شلون يعني اعالجه هسه انت مريضه انا مريضه مفاصلك توجعك وراسك دائما يوجعك ابدا راسي ما يوجعني ورجليك اي اركبي اركبش توجعش دائما عندك امراض مش مدري حبيبتي عندك امراض انت دكتوره دارسه مو انا بعلم انا بعلم النفس انا اقرا نفسيتك التشبيت انا كل شيء اعرف انا ام عباس الروحانيه يعني تعالج عباس السحر الروحاني بس هذا الكلام تقول الدكتوره 24 ساعه دايخه اني لا وعدك ثلاث بومات الحمد لله ثلاث بومات بحياتك شنو هي ثلاث بومات بومات بس انت اسد واقف لك اسد واقف لي اي اسد واحد واقف لي انا رب العالمين واقف لي الحمد لله لعدان الحمد لله رب العالمين الحمد لله ايماني برب العالمين ايوه نعمه بالله ونعمه بالله هسه حبيبتي انا ايش راح اسوي لك راح اقوم ابخرج واقرا عليك اي شويه بس ابخرج اي شويه هم مؤمن بهم اللي يبخروني اي ابخرج ابخرج عشلون ام عباس انت معني يعني هسه هي اصلا بالاول قبل لا تبخريها وقبل كل شيء انه هي مقتنعه بكلامك ما تقولي ما مقتنعه مثلش مريضه انت ماما هذا هاي خزعبلات ام عباس يعني ما تؤمني دجل وخزعبل لا ما اؤمن بهيك شغلات دخلني اقوم الله ورسوله بس ممكن تسمعيني يا ام عباس لو سمحتي لا تبخريها ولا اي شيء ما مقتنعه حبيبتي المراه ما مقتنعه عندك امكانيه تثبتي لها هذا جيبي لي اي واحد مستطرق اي وحده اثبت لك شوفي لهاي البنوته الحلوه خلنا ناخذ لها خيره حتى انت تصدقين لو ما تصدقين تاخذيها خيره احنا قناه زاغروس ممكن انه تجين تتفضلين يمنا اول شيء عرفك على ضيوفنا والشيء الثاني اكو امور ثانيه اول شيء نعرفك فنانه اديبه اهلا وسهلا يعني اهلا بك الشيخ الروحاني ابو قصبه المعالجة الروحانية أم عباس سامع أبو عباس أي سامع خير من الله مو إحنا اليوم نريد أم عباس تأخذ لك خيرة شنو رأيك شوني ما سامع أبو عباس والله يا ريت يلا نشوف هاي أم عباس يلا أم عباس عاد هسا هاي أنت هسا وقتك أنت وصلت يا أم عباس حبيبتي تعاي تعاي قعدي استريحي
سودة علي مهمومة، عندك مشاكل على وجه طلاق مو؟ اي صح. سارة كم مرة عندك مشكلة انت وزوجك؟ هواية. وش كم مرة طاردك بالشارع؟ كلامها صحيح؟ اي صحيح. فيها صدفة حبيبتي. اعرفها؟ هو الحكي اللي ينقلها. شايفتني ماما قبل؟ لا تعرفها. رجلك مطردك رجلك ضاربك رجل. حبيبتي. واحد يتوقع. حبيبتي باعي هو عنده فلوس ويضم عليك. اي صح. كل مرة يضم عليك ويقول لك انا ما بشتغل ابد. صحيح. ابد لا طالع لا ماشي. وهو يجيب ويضم بالبيت، يجيب ويضم بالكنتور. اي صحيح. زين؟ حبيبتي هسه شو تريدين من عندي؟ تريدين اكسره الي؟ شلو تريدين اموتي وتاخذين التقاعد مالتي؟ يا معوده شنو تموتي؟ شنو تكسري؟ شنو السالفه؟ إيه خليك محضر خير ام عباس حبيبتي، ليش تكسري؟ ليش تموتي؟ حبيبتي خطيه. هاي البنيه مظلومه. اي بس هيجي انت دشيتي تحرجي انا اريد اعالجها. هسه انا هم راح اكسر رجلك شلو تموتي؟ هو هذا علاج لو هجمان بيوت. بس كلامه صحيح. ان اقول لك ما اصدق يا ليش ما تصدقين؟ بالعكس بالعكس صدقي امي، صدقي بهاي الدنيا كل شيء كل شيء اكو. زين وانا داريد اعالج محضر خير. لازم تكونين ام عباس ان شاء الله. مو تقولي لها اموت لو كسره. انت شلون موافقه؟ شلون تموت؟ احسن خليك موت. خطيه شوفي على مود تستفاد من التقاعد مالك. ها هاي شو اي لعش عبالك انا مع عباس ماما حبيبتي تروحين لي مصيرة المستضعفين وتلقين بالكاونتر بالخانة الفوق تلقين 10 ملايين تجيبيهن الي وتخابرين اخذي رقمي. هذا اخر المطاف تجيبيهن الي سجرك يمك عمري انت هذا هجمان بيوت ومضرة عالم احنا ما نقبل. سجل رقمي سجل رقمي يمس وخابريني تروحين تجيبين اي صحيح والله. بس هجماني بيوت هذا اتصل علي يا امي. فيا حبيبتي احنا طبعا نشكرك هذا رقمي دق علي اللي شاركتي يعني طبعا ويانا. بس بنفس الوقت احنا ما نقبل هجمان البيت لا حبيبتي حبيبتي شكرا لك. لا تكسر شنو رايك حبيبتي؟ مأذيها مأذيها تكسير وتفليش وبزين. شكرا حبيبتي. زدت اصرار انه ما مقتنعة حكيهم وسوالف. اقول لك كذب المنجمون ولو صدقوا. البنيه انا اعرفها ست؟ انا ما اعرفها ما شايفتها يا امي. توقعاتك يعني اي واحد يتوقع انه الرجال يضم على مرته ما يقولها كل طبعا ما يقولها ايش عنده ما عنده من فلوس ويطردها بالشارع 24 ممكن يضربها. تقولي لها يضرب وجه مطردش بالشارع. هاي توقعات. شنو رايك شيخ؟ ما يعلم بالغيب الا رب العالمين الا الله. انتم ما تاخذون فلوس. بس خلينا اكمل نقاشي وياك. تقولون احنا ما ناخذ فلوس ونعالج معالجين روحانيين قدامكم. عباس تريد منها 10 مليون كلها جيبي لي اياهم. جيبي لي اياهم. شنو رايك؟ ضامهن بالبوفيه. نعم شلون انا كلها غالي اجيب؟ شنو كل المواد غالي؟ يوم مريض جايكم ما عندك الا العافيه شيخ. مو تدسوا لله على اساس يعني عنده واحد والما عنده هم واحد. ام عباس لو سمحت انطينا مجال للشيخ. ايش قلت تحكي هاي اليمي ما تسكت؟ مي خالف يعني هي دا تريد تعطي وجهه نظرها تريد تقنع الست اديبه. اقول لك لا احنا مبتدئين وجايه تقيمينه مقعده يمي ادب. لا انا مو اقيمه انما اديبه. اريد انه انت تقنعها للست اديبه وتقنع المشاهدين. انا مو مبتدئ انا المشاهدين والجمهور يعرف من هو ابو قصبه. سيد من حقي ما اقتنع. انا حره هواي عالم من تشراج انا سويتهم نجوم هواي. هو فعلا شيخ هيدا اسالك هذا السؤال. يجوك مشاهير نجوم هو شيخ؟ يجون يعني يمك على هاي الامور وهذه التفاصيل؟ طبعا هواي جوني فنانين ما معروفين. اسال لو هاي تجيني ادب اسويها نجمه رقم واحد بالوطن العربي. لو تجيني انا مكتفيه نجمه بالعراق وفقط. هي جايتني جايتني قبل بالعراق. جايتني قبيل ومراجعه روحاني. ابدا ما اراجع روحاني. وسالي اذا ما شايله خرزه بيدها اليسرى. انا كل شيء ما افتهم. خرزه؟ اي خرزه 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 مال محبه حتى يدزون عليك. مستحيل. يقولون محبه الناس طبيعيه. هم يحبوني لان انا احبهم ويشوفون اخلاقي. ليش انت جايبتنا جايتي هنا بهذا اللقاء؟ ليش اهينك؟ انا اريد تقنعها. لا حشاشين هي منو هي؟ ادب خاطر اقنعها منو ادب هي؟ منو وجهه نظر؟ لا لا شيء لا 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 العفو انا ما قايل هذا الكلام. انا انسانة بسيطه جدا مواطنه بسيطه. وزراي راجعوني بهاي الخزعبلات. مقاولاتي راجعوني. هو شيخ معالج روحاني. شيخ محشي العالم الروحاني. العالم العالم الروحاني. عالم عالم. وينكم مطربه البس برتقالي؟ وينك هيك مطربه اذواق؟ لو تشابهت اذواق شعليك انت اذواق لابسه الدعايه مال عصير وجايتني هاي المطربه. شكو بيها؟ شكو بيها؟
ذوق اذواق هاي. لا والله قاعده امي ادب كل شويه وشمر علي، شنو رايك؟ هاي ليش ادب؟ اقول لك مو يتي ناصب علينا لو شنو؟ بالعكس اقول لك انا اريد تقنع حدا تقول لك اني نهائيا ما مقتنعه. قنعوني بعد عم مش ليش ما تقدرين ترجعي صغير؟ هسه هو 85 90 هسه عمرك 85 90؟ انا لا عمري 75 سنه. العمر كله ان شاء العمر الله. العمر كله ان شاء الله. حجيه. ليش نعم. ليش ما اخذش خير؟ رجعي لي رجعي لنا 25. الي ما اريد. 27. الي ما اريد، انا اريد للست اديبه وللمشاهدين. تعرفين هي ليش ما تحكي وياي تروح على ام عباس؟ ليش؟ تخاف مني تخاف، عندها جنة. تخافين منه؟ اي كل شوي تتهرب مني تروح على ام عباس. جنة ايش؟ عندها جنة جنة لو جنية يعني اثنين. لا عندها جنية وهاي الجنية مخابلتها. جنية. ما خلتها تحكي من وحدها. يعني هسه هاي مو ست اديبه بدها تحكي، هاي الجنيه. هاي الجنيه تنطقها بلسانها. ماكو هيك شيء، لا تصدقين. ماكو هيك شيء. هذا الجني ده يقول لها. مال تابعه وجنيه. ايش تابعه؟ باي شلون خايفه. الجنيه مو باي شلون خايفه من يمي. شنو السالفه؟ لا ليش خايفه؟ خايفه. شيخنا ليش خايفه؟ خايفه. هسه اذا اشمر انت شي؟ انت متاكده شي؟ اذا اشمر هسه شيخ محشي. شنو عودي تنكت؟ عودي جاي تنكت؟ سامحوني سامحني يا رب سامحوني. شنو هاي ما سامحوني؟ سامحوني لو مشوني تقول ما اسمح. سامحوني سامحوني عباد تقول مشوني عندها فقرات مثلي. زين اقول لي انت ليش تتهرب؟ اريد اماره، اريد تعطوني اماره فد شيء يقنعني. هسه اذا اشمر عليك جنه خليك هنا ترعصين لان هواي استهزيتي بينا. هي تقلد ذول الاتراك لابست لجنطه صفح. شكو بيها؟ إيه لا تقلدين واحد، انت عراقيه. لا تظلي تقلدين. ما قلد، لا لا لبسي طبيعي، لبسي عراقي طبيعي جدا. لبسك مال ذول الهنود. اي وشكو الهنود؟ على الاقل حشمه. حشمه. هسه تقدرين ترجعينا يا صغير؟ هسه صبري. ست اديبه يعني انت شفتي اللي دا يصير. اقول لك بويه. نعم اهلا وجايبه انت ادب تقيمنا. اديبه مو ادب. اديبه العفو اديبه. تضحكون علينا. بس ست اديبه احنا نريد تثبت لها. خلينا اخذ لك خيره الك واثبت لك. انا ما اريد الي، انا انت ممكن قبل الحلقه باكو نقاش بيناتنا، ايش كم معلومه حكيناها هيك بالفتره. ابويا وين شفتك انا اعرف ايش تعرفيني؟ ست اديبه انت مقتنعه بهذا الكلام؟ لا بصراحه. اذا تابعه عندها جني، الجني دا يحكيها. يعني هسه هاي مو ست اديبه بدها تحكي، هذا الجني؟ هذا الجني ده ينطقها. تعبانه هي، حدا تعبانه ما تنام يوميا الخمس الصبح يلا تنام. لا. اكو صحه لهذا الكلام؟ 12 انام يوميا. 12 مستحيل. ابدا. انت مو مراجعه قبل فتره روحاني؟ لا. قالت لي اردن عرب في الوطن العربي؟ لا مستحيل ابدا. هو مطيف فلوس. هنعرب الوطن العربي اهم شيء معروف بالعراق. مطيف فلوس. يحبوني واحبهم. بالضبط. العالم كلها تحبك فعلا. اشكرك حبيبي. ايه وراح اتغنى جت فتره بدبي وطردوها من دبي. ايه صح هذا الكلام استديبه؟ طردت من دبي. مستحيل. ايه بالعكس. غنت. بالعكس يحترموني ويحبوني. طردوها جت من دبي ورجعت للعراق. سفيره للوطن العربي، انا سفيره للعراق. الفنان من يطلع برا سفير البلد. انا ما شايفش قبل العاد. كل الفنانين اتابع حماني. اتابع كاظم الساهر. اتابع هيثم، هيثم يوسف. ما بتابعك قبل لا تغني. انت حر عزيزي، يجوز انا ما عجبك، صوتي ما يعجبك، شكلي ما يعجبك. شنو جديده؟ جديده تغني لو قديمه؟ لا انا قديمه. تعالي انا اسويش نجمه، تعالي للعياده مالتي، تعالي لي. الحمد لله انا نجمه ببلدي، نجمه بالعراق العظيم. تعالي لي. وهذا يكفيني. اخليش تاخذين الساعه. المهم انا العراقيين يحبوني. الساعه اللي تغني اخليش تاخذين ملايين الدولارات على الساعه، بس تعالي لي. خرزه بسيطه. انطيها اياها وتمشي امورها. خرزه ولا زين الخرزه تنطيها اياها بفلوس ولا بدون ولا هديه ولا شنو؟ لا انا الخرزه تصير علي اشتريها بمبلغ واستفاد بيها مبلغ بسيط وبيعها. يعني ايش قد حتى نشوف امكانيه ست اديبه تقدر تاخذها لا لا؟ عندي هاي الخرزه مال محبه وعطف هاي سعرها 10,000 دولار. شنو؟ هاي خرزه انا جايبها يعني مستفاد بيها 10 اوراق. حتى بس ادفع يعني هاي الايجارات التفاصيل. حبيبة الرزق على الله. لا خرزه ولا مرزه. لا خرزه ولا مرزه. هاي ب 10,000 دولار بس شنو؟ اذا شالتها وياها لازم يشيلها بالجيب الايمن مو بالايسر. يعني ايش قد تحسبها ست اديبه؟ اذا شالتها وياها اي تقوم تستفاد باليوم
ملايين الدولارات ما ينعدن باليوم ملايين الدولارات ما ينعدن. السيد انا متاكد الساعه ما تشبيش تغنيها مكتفي انا باللي قاسم لي يا رب العالمين. الساعه مالتك ليش تغنيها؟ الساعه مالتك ليش تغنيها؟ 200 300 الف يعني ورقتي 300 الف على القهوه مالتي هذا هيك يجيبوا لي اياها يوم 300 الف يعني هسه انت بيش تحسب لها هاي الخرزه؟ الحمد لله هاي الخرزه انا بالنسبه لي نعمه فضيله الحمد لله. اذا ارد ابيع هي واخسر بيها ب 90 ورقه تاخذيها؟ هاي 90 ورقه. لا حبيبتي الرزق على الله. نزل الديسكاونت 10 ورقه. رزقي ايماني بالله هو هذا رزقي. اثبت لك انه هاي الخرزه اذا شالتها تقوم بعد ما تقعد. الست اديبه هذا كلامك كله ما مقتنعه بيه. ما مقتنعه. انت عندك امكانيه من قادر تقتنع بيه شيخ خليك هذا هي مو بالصوت العالي عندك القدره والامكانيه تثبت لها وتثبت للمشاهدين. جيبي لي اي واحد هسه اثبت لك من هو ابو قصبه. شنو رايك ست اديبه؟ عاجبني اسم ابو قصبه. صحيح هاي هذا الولد هذا. مساء الخير. شلون الصحه عيوني؟ احنا قناه زاغروس وحاليا عندنا برنامج تفضلون يمنا. يلا ابنك اسمه قصبه؟ نعرفكم على هذا الانسان اشوفه بداخل قصبه. اهلا وسهلا خاله. شو اخبارك؟ حياك الله. الحمد لله. اهلا وسهلا الفنانه ست اديبه الكبيره المعالجه الروحاني ابو قصبه. انا جدا سعيده بالروحاني اسعد حبيبتي شرفت. اهلا وسهلا. المعالج الروحاني يريد ياخذ خيره، شنو رايك؟ يعني شلون ياخذ لكم خيره؟ نريد نشوف يعني كلامه. خليجي يمه خليجي. عادي معك. روح يمه. تعال يمه تعال. يلا جيت. تعال عمي تعرفني قبل؟ لا والله ما أعرف. أنا بعد عمك المعالج الروحاني أبو قصبة. شرفك. يعرفني؟ لا لا ما يعرفك. ما يعرفني، هاي قدام الناس كلها ما يعرفني. أوكي؟ تفضل. حبيبي شنو اسمك؟ علاء اسمي. اسمك علاء، شو اسم أبوك؟ محمد. علاء ابن محمد احضروا. علاء ابن محمد احضروا. راح اخذ له هسه خيره. تمام. لك من هو ابو قصبه. يلا نشوف. اوكي. تمام. هاي البنيه الحلوه. من رحت انت خطبتها. اهلك كانوا موجودين وياك وخذت جماعه من المنطقه ورحت خطبتها لان اهلك رافضين الموضوع. استمعنا صحيح هذا الكلام؟ رافضين الموضوع تتزوجها، صح لو لا؟ اي صارت مشاكل صح بالبدايه بس بعدين صح لو لا؟ صحيح انت مالك هالمعلومه. ابوك وامك شمروك بالشارع لو لا؟ لا مو قصه شمروني بالشارع بس يعني صارت مشاكل كل بيصير مشاكل. جاوبني ابوك شمرك بالشارع لو لا؟ لا ما شمروه بالشارع، شلون يشمروه؟ انا اخذته من عندهم غصبا وعليهم اخذته. هاي البنيه ترى نصيحه مني لك راح تهجم بيتك بعد اكثر واكثر. ما اسمع لك. ليش اهجم بيته؟ شنو هالحكي هذا؟ يا ابو قصبه شنو مسويت له سحر؟ رجال له سوى مشاكل بيناتنا. اذا اكو ايش تصوير ما اقبل انا يطلع هذا. انت مو قلت له خذ خيره. بس هذا الحكي ما اقبل تحكي ما يصير. انت مسحور. لا ما مسحور. هذا ينعرض على التلفزيون؟ لا لا. وقف وقف التصوير رجال. باعيوني باعيوني. لا شيخ ابو قصبه انت هيك تسبب مشاكل واحنا ما نحب هيك. تسوي مشاكل بيناتنا ما يصير هيك. شنو؟ امشي. يلا امشي يلا. امشي امشي. امشي. امشي 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 شنو؟ شنو السحر شنو؟ خرافات هاي كلها مسحوره يا هولي شو يقول لها مسحور؟ كل الشعب بيجني. كل الشعب بيجني؟ شنو رايك؟ هجم بيتهم عالم عندها تابعات وعندها جني، انت ما تعرفين شنو السحر؟ ذاك اليوم بنيه جدني قالت لي رحت للمقبره دافنه قاصه من زوجها شعر مدافنته بالمقبره زين زوجها صار بيجني ومتخربط ومتندمه راحت الوحده سحارك لو تشيه. احترم روحك احترم روحك انا مو سحار. انا ما قلت انت تتحركون عيني راح يتحركون والله يعني هذا هجم بيتها هاي البنيه انهجم سحاره رجلها خطيه راد يموت انا عالجته زين انت تختلفون تكار واحد لا تختلفون اقول لك لا تقولي انكار ولا حوالي انت تقولين معالجه روحانيه تستوج قلت لي البنيه 10 مليون جيبي لي اياها هي كذابه انت تستوج ريت تسوي مشكله بين العالم والسبب انا احكي الحقيقه ابو قصبه ما يعرف يجدد وين لقيتيهم حبيبتي وين لقيتيهم؟ شنو وين لقيتيهم؟ يعني موجودين على السوشيال ميديا ما استهزئ لا حبيبتي لا العفو لا العفو انا ما استهزئ بحالي هسه قلبك قلب ترى على راسي لا العفو والله بس ما مقتنعه بدك تحكي وانت تقول شنو تابعه شنو
هسه شو تريدين يعني شو اسوي له مثلا يعني شو تريدين اثبتي لي اثبت لك اي مثلا هسه انا اقدر هذا شكله تقدرين تسوين كل شيء اقدر اسوي مثلا هسه هذا شكله باعي اقدر ارجع شاب يلا ترجعي شاب يلا دشوف ثاني بقدراتي يلا دقيقه خلي احكي وياها رجعي لنا يا شاب دشوف هسه رجعك شاب دقيقه حتى اقتلي حتى قولي دوله سحاري هسه ما مقتنعه ما علي دقيقه ما مقتنعه بيه اعطيني مجال لا اطلع الجن من يمها شو تطلع يا جن مجال يعني مجال استاذيها جني اعطيها مجال اديبه نعم انت بيت جني ترى احضروه يمه احضروه بيها جني هاي مريضه خطيه ايش بيها هاي كليتك ما بيها ليش بتدافعين عن نفسك تحكين ما بيها شي كليتي ولا كو جني ولا تابعة ولا كل شيء أنا ما صدق بس إذا أشمر عليه الجني خليك هنا تروح يلا سين. يلا أشمر عليه جني أشمر عليه الجني يلا أشمر عليه جني الطارحة وياي ترى مو موضوع مطارحة مو إنه خاف فعلا يأذيك فعلا عنده هاي القدرة لا. أنت أوكي دافع قدرة. عن نفسك ما دام مقتنعة بهذا الموضوع اي قدره ما عندهم توقعات ويريدون يستفادون فلوس خل اقرا عليه هسه راح اطلع الجني قدام الكل راح يشوفون هسه منها خيال احضروا اطلع من ادب اطلعوا اطلع من ادب طلع الجني من يمها هسه صارت زينه صرت زينه صرت زينه انا زينه من زمان صارت زينه تحسين باختلاف؟ لا أبداً. راح الصداع من راسها ولا صداع كان عندي ما بيش اي صداع ماكو لا لا حجي. صرت زينه صرت زينه انا زينه والحمد لله شو مصيبه والله مصيبه لعبت من مره لعب والله العظيم لعبت شو كبره يدي هسه هي هسه هي ما مقتنعه بيك هسه انت تستهزئين بي انا حكم على هذا الرجال ارجع لي الشاب يلا رايك ترجعي شاب اي شاب واشوفه شاب هسه شوفي يلا ذاك الوقت يمكن اصدق جوز اصدق بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا جن الشاب يا جن الشاب اثبت قدراتي قدام العالم ليش تبدا حد بي صلي على نبينا عليه الصلاه والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله لا بسم يلا 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 اظهر 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 يا جن الشعب حبيبتي كذبا ملجمون وصدقوا يا جن الشعب زين انت غير عندك بخور تبخرين لا ما يحتاج ما يحتاج انا قريت عليه صلوا على نبينا صلوا على نبينا صلوا 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 اشكرك انا قاعد بسم الله الرحمن الرحيم رجعت يا شاب رجعت لك يا شاب بعد ايش تبي رجعت يا شاب لو لا جوني ممثل خطير صدقني اقنعتني انه انت رجال كبير 85 سنه اشكرك ست بكيتيني من عيادتي عبالي فاز المنتخب انت ممثل اشكرك ست لازم المخرجين يجيبوك بادوار انت ممثل على اعناد المخرج ممثل خطير توني اقنعني كممثل على اعناد المخرج قبل شوي ما شاء الله عليك توني انا سعيده شفتك سمعونا صفقه الفنانه فنانه الشعب اديبه نورتنا نورتنا استاذي شكرا جزيلا لا ولا يهمك واسفه اخذ غلطه حقيقكم لا لا عاد الصوت مين الصوت من الزميله من الزميله ايناس هي اللي ورطتك يعني لو مو مخابرتك ايناس زميلتي ايناس حبيبه قلبي صديقتي وزميلتي واختي خابرتني لا جابت طاري توني ولا قالت برنامج وانت ضيفه بي وانا احبها واقدرها واحترمها قلت لها من عيوني اجي حبيبتي شو
شفت الرجال الكبير بس شنو قنعني حكي وقف ينضمون العفو ما شاء الله عليك ينضمون زملائنا الممثلين تفضلوا لا وشنو تقولي له هذا بالمقبره جماعه شب علي ماي واحد شب علي ماي واحد وشيخ الممثل شيخ خلينا نعرفك بالممثلين يا اهلا وسهلا الممثل قبل شوي انضموا يعني شنو يا هلا صار هيك ضرغام ممثل يا هلا وغلا ضرغام ضرغام وهنا الممثله سجل خفاجي يا عمري سجل خفاجي الممثله يا اهلا وسهلا حبيبي يا اهلا وسهلا مشيت علي هنا روحان شو ضاج السحب سحر ضاج روحان سجل الممثله ضاج ادري وكل مره ضاج الممثله وليان وليان حبيبتي هذول كليتهم كل هذا الفريق كادر جميل كل هذا الفريق جمعناه حتى نوقع ست اديبه بهذا المقلب وقعت صدق كل صدقت كل الجمهور كل الجمهور يعرف طيبة قلبك حبايبي يعرف احساسك الراقي بس انا قبل شوي اكو كلمه شويه طبعا كلش هيك يعني حبيت هذا الكلام اللي حكيته قالت يعني حست بقلبها هاي الكلمه قلت لها انت رديت تعرفين بالوطن العربي قالت انا يكفيني معروفه بالعراق فقط يكفيني حلو هذا شرف وفخر حلو هذا الاكتفاء طبعا وش قد ما ينطوني انعم الله شكرا ناريد لا 30,000 دولار ولا نعرض الحلقه لولا نعرضها لازم يشوفوها الختامية راح تكون بصراحة برنامج جميل فكرة جميلة جدا 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 أنا عجبتني هاي الفكرة نريد نوصل للعالم أكو رسالة ما شاء الله عليكم إنه هذا السحر والشعوذة شيء يضرب المجتمع وبالعالم فعلا فإحنا شتحبين رسالة قبل لا تقول شيء إيناس ما مراجع أنت ذول السحارة والهاي كان أخذتك ورحت أنا هم مراجع أقولكم لا تصدقوهم ذول دجلة دجالين وشعوذة لا تصدقون وتدفعون فلوس صحيح أؤمنوا بالله ورسوله الختام نصدق برب العالمين ورسوله وأني سعيدة جدا جدا كنا ضيفة بهذا البرنامج احنا الأسعد نعرض الحلقة نعرض الحلقة لازم نعرضها الختامية هاي رسالة ست أديب الختامية راح تكون أغنية للوطن نعم وياي أنتم يلا 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 يا دنيا غني 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 ويا الأيام في دوانا روح لها الوطن وعيوني ما تنام يا دنيا غني 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 ويا الأيام في دوانا روح لها الوطن وعيوني ما تنام كل الشعب غنى هذا الوطن جنة كل الشعب غنى هذا الوطن جنة نغني ويا الأيام نغني ويا الأيام الله أحلى صوت هو صوت أديبة هذا صوت جاي يرجع شباب ما شاء الله يقولون المطربين يأخذون ما أعرف زيت مع تفاصيل أكو شيء اي المفروض ياخذون زيت ياخذون حليب ويا عسل أوكي. لازم شكرا يلا ايناس نختم الحلقه يلا انتظرونا باكر بحلقه جديده من برنامج سحر توني في امان الله